مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية نهائيات كأس افريقيا 2024. موعد سحب قرعة دوري المجموعات. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم تاريخ 12 اكتوبر القادم بالقاهرة موعد لإجراء عملية سحب قرعة دوري المجموعات لنهائيات كأس افريقيا للأمم اللي ستقام نسختها 34 في الكوديفوار من 13 إلى 11 فيفري 2024 بمشاركة 24 منتخب. وكان المنتخب الوطني التونسي بطل افريقيا في نسخة 2004 قد تأهل للنهائيات متصدر المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بعد أن حقق في مباريات ولا ستة في التصفيات أربع انتصارات وتعادل مقابل هزيمة واحدة. يذكر أن المنتخب الوطني التونسي بلغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة 21 في تاريخه 16 على التوالي منذ نسخة 1994 كرقم قياسي إفريقي. وفي مالي قائمة المنتخب الوطني اللي ضمنت لحد الآن تأهلها أو المنتخبات اللي ضمنت تأهلها للنهائيات قبل استكمال مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات وهي نيجيريا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، مصر، غينيا، غانا، أنغولا، الجزائر، تنزانيا، مالي، زامبيا، الكوديفوار، تونس، غينيا الاستوائية، جنوب أفريقيا، المغرب، السنغال والموزمبيق.